هلو ايفريون، اليوم رح نعرض الفيديو بشكل مختلف لأول مرة، يمكن أول مرة بيكون بالعربي، وبعد الموضوع كله جديد ومختلف. رح نطلع من هذا المكان، رح نطلع من الصالون ورح نسوي شيء جديد. الحقوا على السيارة. اليوم رايحين نعمل بروسيجر جديد نازل بالسوق، سكالب. انا عاملها قبل شهر تقريبا وحبيت النتيجه وحابب ان ارجع اسويها مره ثانيه عشان عندي خطين شوي، كراسي خدودي نازلين ضعف ان شاء الله اليوم ان شاء الله. شو هو السكالب؟ سكالب تريتمنت بيحقن الطبيب واللاكتيك اسيد داخل الجلد، بينحقن بالخد بالدقن، يعمل بيختلف السكالترا عن الفيلر في انه الفيلر بيعبي، السكالترا بتحفز الكولاجين من داخل الجسم نفسه انه ينتج بشكل اقوى واكثر بشكل اقوى. راح نورجيكم التجربه بعد شوي في العياده وان شاء الله تعجبكم. طبعا السكالترا بتحتاج من جلسه الى 3 جلسات مبدئيا، يعني بعد ما تشوف النتيجة. طبعا النتيجة بتظهر بعد تقريبا شهر ونص بتشوف النتيجة، والنتيجة مع الوقت بتتحسن لحد 3 شهور، وبتظل النتيجة من 2 إلى 5 سنوات، فهي محتاجة جلسة 2 3 حسب رغبتكم. فكرة انه في ابرة داخلة من هون طالعة واصلة لهون مزعجة. مين لازم يعمل سكالب؟ اي واحد عمره فوق 35 بفضل انه يعمل سكالب. انا عمري 29 بس تحت 30 35، اذا فقد وزن كمان بيحتاج يعمل سكالب. غالبا الناس اللي بتضعف بيبين عليهم المرض والتعب، هذا مش مرض ولا تعب، هو ترهل بالبشره بيصير بينزل الوش. في خيوط، في ناس بتعمل خيوط، في ناس بتحب تعبي فيلر، في ناس اللي هم انا بيحبوا الشيء الجديد، والسكالب شيء جديد فلازم نجرب. Two thousand years later. أنا في زيادة خوف. After my knowledge, from my review, you will do the internet already with the scalp and has to be better. Yes. Are you here? Yes. Be careful, don't touch my eyes. So no problem. Oh my god, that was so painful. Doctor, maybe this thing that's not working. بس خلصنا، هلا النتيجة بتخوف أكثر، يعني أنا شايف النتيجة حاسس حالي زومبي. بكرة بيروح لا تخليني أندم من أي شيء. معقول هو عم بيدعك هيك عامل فيك؟ طيب مش كده ما بتنشحن 5 سنوات هيك خد نضال صيب. انا سكين اب بالكلينيك صراحة، يعني عجبتني. مستنى يومين وبنشوف الفاينل ريزلت. اوكي الشغل حلو، المكان مرتب،
لهذا عشان نسكم. انا عملت سكالترا على عمل فراكشن وجع. بتحس حالك بدك تعطس، بدك تبكي، بدك كل ده، كل شيء كريه بالحياة تعمله. No pain no gain. هاي جلسة الأخيرة بتكفي ومبين يعني. بس الورم هذا ورم، ورم يروح لأن فيه إبرة، بس يروح إن شاء الله بيرجع كل شيء طبيعي. بيبين مو بيرجع كل شيء طبيعي لأنه بيكون خسر مصاري على الفاضي، لا بيبين بشكل طبيعي. شفت اليوم خلصنا جلسة السكالترا، بنشوفكم بعد يومين ونوجهكم النتيجة النهائية. رجعنا لكم بعد 4 أيام وهذه هي النتيجة. طبعا هذه مش النتيجة النهائية، النتيجة النهائية بتطلع بعد تقريبا 3 شهور بتبين بشكل نهائي وبتضل لحد 2 لـ5 سنوات. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. طيب.